سادة الدارسين، استكمالا لقطاع نظم المعلومات فيما يتعلق بالتحول إلى المنظومة الرقمية، فبالطبع والتي يمكن يطلق عليها لقب أو متعارف عليها بمسمى الرقمنة، فإن التحول الرقمي يتمثل في عملية تغيير في بنية الشركات بالدرجة الأولى، وبالتالي يهدف إلى تسهيل الوسائط الرقمية المستخدمة بين أطراف المنظومة بهدف إتمام العمليات بشكلها الداخلي والخارجي وتحسين الجودة المقدمة إلى العميل. وبالطبع هذا الأمر لا يقتصر فقط على قطاع الشركات التي تقدم الكيان التكنولوجي أو التي تبيع المنتجات الرقمية، بل هو أيضا يعمل في جميع المجالات والأقسام وكافة الأنشطة على مستوى جميع مجالات الأعمال، وذلك يشمل قطاعات الصحة، التعليم، الجانب التجاري، الجانب المالي، كل ما شئنا أن نتناوله أو نتحدث عنه حتى يتم التحول الرقمي للمجتمع بشكل كامل وسليم. ومن أهم العناصر التي يلزم دراستها وتحليلها لإتمام التحول إلى التقنية المعلوماتية الخاصة بالرقمنة، فيمكن أن يتضمن النقاش النقاط التالية: أولاً الأجهزة، وهي ما تسمى بالهاردوير، والطبع كافة أنواع الأجهزة يمكن استخدامها في هذا المجال، فليس هناك حكر على مجال معين أو أجهزة معينة أو صانع معين، إن جميع الأجهزة يمكن استخدامها في مجال الرقمنة. أما البرمجيات فهي التي نختلف عليها، وهي ما يسمى بقطاع السوفت وير، فهنا لابد أن نعتمد على البرمجيات الحديثة التي يمكن أن تتطابق مع مفهوم التكامل على مستوى كافة الأجهزة، والتي تستطيع أن تحقق الولوج إلى الشبكة المعلوماتية على مستوى العالم للاندماج مع لغات الذكاء الاصطناعي وقواعد المعرفة والنظم الخيرية. وانطلاقا من ذلك إلى النقطة الثالثة، وهي الشبكات أو النتوركينج، وذلك حتى يمكن التفاعل ما بين الأفراد المختلفين والكيانات المختلفة داخل المنظومة، وتضمن ذلك الشبكات المحلية على مستوى المنظمة الواحدة، والشبكات الموسعة التي تتضمن مجموعة من المنظمات المختلفة أو المواقع المختلفة جغرافيا، إلى الشبكة العالمية الورلد وايد المتعارف عليها بكلمة الإنترنت. ثم ننطلق من ذلك إلى محطات العمل أو الورك ستيشنز، وهي الخاصة بقطاعات العمل مع المستخدمين أو الأطراف المستفيدة، مثل بيع السلع الاستهلاكية في الأسواق المركزية، أو التعامل مع المحطات المصممة للأعمال الهندسية بطاقة ضخمة، أو القدرة على التعامل مع المفهوم ثلاثي الأبعاد. ثم الجانب المكمل، وهو الإنسان الآلي، وهو البند الخامس في المنظومة، أو الروبوت أو المحاكي، ويتضمن مثل ذلك آلات الصرف الخاصة بالنقود والبنوك مثل آلات الـ ATM، أو منها ما هو متطور بشكل كبير جدا وهو الذي يمكن من خلاله التعامل على خطوط الإنتاج مثل الإنسان الآلي المستخدم في صناعة السيارات أو في إجراء العمليات الجراحية المعقدة. ثم ننطلق إلى المكون السادس، وهو الرقائق الذكية الـ Smart Chips، وهي المختصة التي يمكن من خلالها استخدامها في أغراض مختلفة، ونحمل منها الكثير مثل بطاقات الصرف الذكية التي نستخدمها في التعامل مع آلات الصرف النقدية، أو في بعضها تستخدم في ماكينات التعامل مع بعض المواصلات العامة أو المصاعد الكهربائية أو ما إلى ذلك بحسب طبيعة ونمط استخدامها. وحتى يمكن التعامل مع المنظومة، فإن من أهم عناصرها هو قطاع الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي هو يقصد به محاكاة بعض مما تقوم به العقول البشرية من حيث التعريف، ومن حيث إجراء المقارنات المنطقية، ومن حيث تنفيذ بعض المهام، وذلك في مقدمة لاستبدال البشر عند تنفيذ بعض الأعمال باستخدام الحاسب الآلي.
وقد حدث ذلك في كثير من القطاعات، منها القطاعات المرتبطة بالمجال الصحي، بالمجال الزراعي، بالمجال الصناعي، بالمجال التجاري، بالمجال التعليمي، حيث أن هناك روبوتات تقوم بتنفيذ إلقاء الدروس في كثير من المجالات. ولإتمام التحقق من التحول إلى المنظومة الرقمية المتكاملة أو الرقمنة، فإن من أهم الجوانب التي يمكن استخدامها في هكذا مجال هي البلوكتشين أو الكتل المتسلسلة، وذلك يعكس علاقات الربط المنطقي باستخدام الحاسبات والشبكات الخاصة في هذا المجال، بحيث يمكن إتمام المعاملات ما بين أطراف مختلفة كثيرا في توقيت محدود جدا وبأعلى مستوى من الجودة. وهذه الكتل يمكن من خلال مستخدمي البيانات الخاصة بها أن يقوموا بالتسجيل على أي شركة من الشركات، وتتم أعمالهم على مستوى كافة الشركات، تعمل مع تلك الشركة من خلال هذه العلاقات أو التسلسل العلاقي، وهو ما يسمى بالبلوك تشين. ومن أمثلة هذه التطبيقات التي سمعنا عنها الكثير تطبيقات البيتكوين أو العملات الرقمية الخاصة على نظام الإنترنت. ولتوسيع التحول الرقمي وإعطائه مجالا أكبر، فإنه بالتأكيد يمنح الكثير من فرص العمل الخاصة بالأفراد من خلال الأونلاين فريلانسر أو المتخصصين في تقديم الخدمات المختلفة عند الطلب، أو التعامل عن بعد من خلال ريموت وورك أو التعامل من خلال المنزل. ومن الممكن أن نلاحظ أن هذا ما يحدث حاليا عند عرض هذا الفيديو على حضراتكم، حيث أننا نقوم بتنفيذ العمل عن بعد من خلال أننا نقوم بتسجيل هذه الفيديوهات وعرضها على شبكة الإنترنت لتوفير المعلومات لحضراتكم دون أن نلتقي بشكل مباشر، وهو ما يسمى الريموت وورك أو نتوركينج من خلال العمل عن بعد. من أهم الجوانب التي تعتبر لازمة كتقنيات للتحول الرقمي هو هذه العناصر المعروضة أمام حضراتكم، فلا بد من توفر الحوسبة السحابية، حيث أن هناك متاحا مساحات تخزين رهيبة من خلال الحوسبة أو السحابية أو الكلاود نتوركينج، كذلك من خلال ما نستخدمه في أيدينا كثيرا وهي أجهزة الهاتف المحمول، ومن خلال منصات الإنترنت المختلفة للشراء وللتعامل، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو التقنيات الخاصة بكشف المواقع، أو التفاعل المتقدم بين النساء والرجال باستخدام اللغات المباشرة وهي اللغات البشرية الطبيعية للتفاعل، حيث يتحدث الإنسان إلى الآلة وتستطيع أن تترجم ما يتحدث به إلى لغتها، ثم تنفيذ الأعمال التي يطلبها من خلال التفاعل بين أطراف مختلفة على شبكات التواصل، أو من خلال التعامل مع البيانات الضخمة، أو من خلال أجهزة الواقع المعزز، أو من خلال أجهزة الاستشعار الذكية، أو من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، أو من خلال التوثيق وكشف عمليات الاحتيال. من أهم خطوات التحول الرقمي حتى تستطيع أي جهة أن تتحول رقميا وتنفذ عملية التحول، فأولا هو يجب بناء استراتيجية محددة للأبعاد تتحول إلى تكتيك يقبل التنفيذ على أرض الواقع ويمكن تحقيقه. ولكي يتحقق ذلك لابد من مراعاة البنود التالية: أولا، تحديد الإمكانات الرقمية المتاحة للوحدة وما هو مطلوب لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديد الفجوة، ومن خلال تحديد الفجوة نحدد النقطة الثانية وهي ما هي متطلبات الاستثمار اللازمة لتنفيذ تلك الخطط. ثم يعقب ذلك عند تحديد هذه المتطلبات تحديد العوائق التي تعوق ما بين المرحلة الحالية التي بها الجهة وبين ما تربو في الوصول إليه، حتى يمكن تصحيح المسار والوصول إلى المسار المنشود. ثم يجب إنشاء إدارة داخلية مستقلة تابعة للإدارة العليا بهدف إدارة التغيير للتحول الرقمي ومحاولة منع التعارض والمعارضة والامتناع عن التطبيق من خلال تشجيع الأفراد وتحديد آليات تسمح بالوصول إلى هذا التحول المطلوب.
وبالتالي يمكن عرض خطوات التحول الرقمي على النحو التالي: بداية تشكيل فريق العمل المختص من خلال تحديد الإدارة المختصة في الهيكل التنظيمي، وتقوم هذه الإدارة من خلال فريق العمل بتحليل الوضع الراهن أولاً وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والموقف الحالي للوحدة أو للجهة، ثم تبدأ في وضع خطة للتحول من الوضع الحالي إلى الوضع المأمول. وبعد وضع هذه الخطة تبدأ في تصنيف وتوثيق الخدمات وتحويلها إلى إلغاء الوضع الورقي ووضع الجهة في محل الوضعية الإلكترونية المتكاملة كمنصة متكاملة لأداء الأعمال. ثم عقب التوثيق والتصنيف تبدأ في تحسين الإجراءات المتاحة وهندسة العمليات بما يشمل أتمتة الأنظمة بشكل متكامل، وفي النهاية تلجأ إلى تسويق ما تم الوصول إليه والتطوير المستمر بهدف الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الجهة ومحاولة الحفاظ على مستوى ثابت من جودة تقديم الخدمات للمستفيد. ومن أهم التحديات التي تواجه المنظمة في هكذا مجال هي الحكم المهني، حيث أن كثيرا من الأمور لا تحكمه المعايير المحددة بل يحكمه حكم الشخص الذي يقع في موقع المسؤولية أو صاحب السلطة كمتخذ للقرار. الجانب الثاني أنه في ضوء التحول إلى مفهوم الأتمتة أو الرقمنة، فإن الجانب الأخلاقي يجب أن يكون هو الأساس عند القيام بتحويل كافة المستندات إلى المنظومة الإلكترونية، نظرا أنه في لحظة هذه العملية أو لحظة التحول قد يكون متاحا لدى بعض الأفراد إمكانية التلاعب في هذه المعلومات أو تعديلها بشكل قد يؤدي إلى سلب البعض لحقوقهم. ثم من أعظم المشاكل هو الجانب الخاص بالتكلفة، حيث أن تكلفة التحول تكون مرتفعة جدا، فيجب دائما أبدا محاولة السيطرة على هذه التكلفة من خلال المشاركة مع الأطراف المختلفة. ثم يلزم، وهي جانب رئيسي، دعم ثقة المستفيد من هذا التحول، لأنه كثيرا ما يخشى الأفراد المعلومات التي تقدم من خلال الحاسبات في ضوء أن هناك أطراف أخرى خاصة بعملية التحول، فربما يكون هناك تلاعب في بعض البيانات. ومن أهم الجوانب التي يجب أيضا مراعاتها كتحديات أن هذا الجانب ليس فيه نهاية، إنه دائما متحرك، إنه دائما ديناميكي، إنه دائما يسعى إلى التطوير، وبالتالي يجب دائما التطور وصولا إلى أحدث ما هو متاح لدى التقنيات المختلفة وبيئة الأعمال المتاحة. ومن الجوانب الخطيرة التي تمثل تحديات هي الإطار القانوني، حيث أنه يجب تعديل التشريعات المختلفة الموجودة في الدولة واللوائح الداخلية الخاصة بالجهة، وبالتالي هذا يمثل من عنصر من أهم التحديات التي تواجه التحول إلى الرقمنة. ثم من أهم التحديات المختلفة هو أنه ليس هناك معيار ثابت للأعمال الرقمية، بل هناك تطوير دائم أبدي مستمر للمعايير الخاصة بالمعلومات وباستخدام الحاسبات وبمراحل التطور المختلفة الخاصة بها، فيجب دائما أبدا تطوير أداء المنظمة حتى تواكب هذه التطورات الخاصة بالمعايير بالتأكيد، وليس الخاصة بالتطور المهني والتقني بل بالمعايير الخاصة بتقييم الأداء. وهذا ينعكس بالتسلسل على العنصر التالي وهو الأمن المعلوماتي، حيث يجب مراعاة كافة المعايير الخاصة بالأمن المعلوماتي والحفاظ على حقوق كافة الأطراف الداخلية والخارجية. ومن أهم العناصر التي يلزم مناقشتها هو مفهوم الاستدامة، حيث أنه يجب أن تكون نظم المعلومات داعمة أبدا للاستراتيجية البيئية التي تسعى إلى الحفاظ على الاستدامة، حفاظا على الإنسان وعلى مستقبله وعلى الأجيال الصاعدة وعلى البيئة الخضراء. وبالتالي يجب أن تكون استراتيجية المؤسسة قائمة على تكنولوجيا معلومات مرتكزة على فرص تحافظ على استراتيجية نظام المعلومات الخضراء، بحيث تتضمن النظم المبتكرة وبنية للكفاءة البيئية
وبالطبع في هذا المجال من أهم العناصر هو كيفية التخلص من المخلفات المرتبطة بالقطاع التكنولوجي لما لها من عظيم الأثر السلبي على البيئة. ومن أهم الاستفادات أو الاستخدامات الاستراتيجية لنظم المعلومات في المؤسسة هو بناء قاعدة المعلومات الاستراتيجية التي تساعد على مساندة المركز التنافسي للمنظمة من المنظومة أو من المنظور الاستراتيجي، وبالتالي دعم فرصة الجهة في زيادة الحصة السوقية من خلال توفير فرص عمل جديدة، من خلال توفير فرص تجارية جديدة، من خلال توفير فرص اختراق لأسواق جديدة وناشئة. وبالطبع هذا كله يعتمد على مستوى الاستفادة ودعم الاستثمارات الخاصة بمجال الاستخدام الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات. ومن أهم الأوجه الخاصة بالتأثير التنافسي لنظم المعلومات الاستراتيجية في هكذا مجال في ظل منظومة الرقمنة، فبالتأكيد هناك مجموعة من عناصر التأثير تشمل دورة حياة المنتج، حيث يتم التأثير على مجال الوقت بخفض الوقت الخاص بكل عناصر دورة حياة المنتج، كما أن هناك قطاع خاص بجانب الجودة، وقطاع خاص بأن يكون هناك آلية لتنفيذ أمر الشراء من خلال الأتمتة الكاملة له، حيث يتم مباشرة من خلال المنظومة إصدار أوامر الشراء وإرسالها بشكل آلي ومباشر إلى الموردين على مستوى سلسلة التوريد المتاحة، كما أن ذلك يؤدي بالتبعية على المستوى طويل الأجل إلى تخفيض التكاليف الإدارية وتخفيض الوقت والمنظومة الملموسة للأوراق وللدفاتر والأقلام والأحبار المستخدمة في هكذا عمل، كما أنه يرفع من مستوى الرقابة على المخزون لأنه يتم الرقابة آليا مباشرة بعد كل عملية تتم، وكذلك تخفيض العبء الإداري من خلال إعادة توزيع المهام على الأنظمة المستحدثة في الرقابة، وأن أدوار البشر سوف تصبح دورا آليا محدودا يتكرر بصفة مستديمة، مما يقلل من فرصة تدخله في الأعمال، وبالتالي هذا يرفع من مستوى الرقابة ويقلل من المستويات الإدارية المتاحة، كما أنه يمنح مرونة للجهة في القدرة على تلبية الطلبات الجديدة للعملاء من حيث تخفيض الوقت اللازم لهذه التلبية وسرعة توفير الاحتياجات الخاصة بالعملاء.